أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. زينب الموسوي طليقة شهاب جوهر في أول ظهور علني عبر السناب بعد زواج الأخير من إلهام الفضالة. شكرا من كل قلبي. طبعا أنا أول مرة أطلع كذي بالسناب، حابة إني أشكركم. خلال أقل من 48 ساعة 500,000. شكرا من كل قلبي على كل دعوة، على كل شيء. من الآخر اليوم أنا طلعت بقول لكم الحمد لله، ما فيني شيء، ما فيني العافية. أنا مو طالعة أتكلم لأن مو شخصيتي ومو أنا كذي. الحمد لله رب العالمين، الله وفقني إني تخرجت امتياز مع مرتبة الشرف، وكل الشكر الأول حق زوجي اللي وقف معاي من البداية للنهاية. الحمد لله رب العالمين. بس بشكر المجاملة، صدق ما راح اطعم، ما راح اطلع مطعم الا معاك انت بس شخصيا. قول ليش كل هذا يا بو؟ علشان انت موجود. تصدقون ان هذا المطعم الثاني نزلوه الحلو الحين علشان شهاب موجود؟ لا، قالوا له ذوقه ونبي دعايتك يابا لنا الشيء الحلو هذا. طبعا هذا من التشيك، حلو تشيكي جايبينه، ويابا لنا هالحلو. طبعا ين نضغته بزعفران كليت منه، وهذا تو نزلوه لنا اياه. وغير هذا من المطعم الاساسي اللي احنا قاعدين فيه. الحلو ما يجيب الا الحلو. بديتك والله يا عمري قلبك مجاب له الحلو ويايبين هالحلو كله. العسيدة، المحلبية، الجيمات، ومجاب له الحلو. راح يحوشني السكر يا جماعة. من هذه الهم فضالة ها عروسات. شفتي يا خيي؟ شفتي ما شاء الله، كل نعرس اللي انت العنس ما ادري ايش تحترم ميزات المعمار. عقبالي ان شاء الله، عاجلا غير اجل. الوعدة تعرس روح تستانس وطاير منه، ما تلقى رجل يصرف عليه ويعطيه. قاعدين بس انتم جايبين على هالفرشه بس، ها بلع الله ما كحمت. كل نعمه معك نشوف انا. انا ما ادري وين اول السفره من اخره، ما ادري على طاوله ولا بالارض الاغراض ذولي. انت ريدك صدرك لفاجئات. شرب بين الناس. ريدك صدرك لفاجئات بي. وشوفه؟ بخطبه. ما شاء الله. ويوم مناخ. الله يعين راسه. الله يعين راسه. الله يعين صدفه الراس. مرقول يمين. الله يبعد عن موديها ويبعد عنه ونرتاح. لازم بشارك مريم معي. لا لا حضر ان شاء الله، انا بحط عليك حضر. ارتاح مره واحده بنت. اصل زواجي مو بقناء زواجي. من هو يا بعض ناس؟ الله اعلم. بس لا تنسي بالشنن. اظنه بالبر. نبي القصه بالتفاصيل لو سمحت، لانه وايد كثرت اقاويل للحين. الله يصبحكم الله بالخير ويعطيكم العافيه. انا دائما ما احب اللويا بالسوشيال ميديا ولا عندنا سوالف. انجبرنا نطلع لانه طبعا احنا انجبرنا اليوم. واحترقت مفاجاتنا الحلوه. احترقت المفاجاه والسوالف هذه كلها. اول شيء احنا عيال مولا والعيال الناس عارفين شو نسوي، ولا احنا ناقصنا شهرة ولا ناقصنا نجومية ولا ناقصنا شيء للأمانة. لكن اللي حصل أمس للأسف الشديد خربت علينا أمور كثيرة، فاضطرينا اليوم باختصار وهدوء وأدب أن نعلن أن احنا تزوجنا على سنة الله ورسوله. واللي حصل بالضبط أن في حفلة المتبقى